هوصله، هنبدأ بالكونتاكتور وتوصيله علشان الأمر يكون سهل وبسيط. هنوصله بطرف من أطراف التلامس الرئيسية اللي هي دي، تمام، وليكن L1، وهي نفس النيوترال ده هياخد منه كويل الكونتاكتور A2 أو A1، أي حاجة منهم هيشتغل إن شاء الله، وهكذا. دايرة بسيطة وسهلة. هنطلع من الطرف الحار من القاطع، هيدخل على L3 مثلا أو L2، خلينا في L3، يعني هنسيب مثلا طرف ونوصل في الطرف التالي. كده انتهينا من توصيل الكونتاكتور. علشان الموضوع يكون بسيط وسهل هنبدأ بالتدرج. المصدر دخل المفتاح، خرج من المفتاح على أطراف التلامس الرئيسية اللي هو L1 مثلا وL3، خد النيوترال بقى مشترك معايا، والكويل خد طرف من أطراف النيوترال، والكويل A1 أو A2 خد نيوترال معانا، وبكده انتهينا من فردة النيوترال حاليا. طيب نعمل ايه؟ نوصل الكشاف ده، هنوصل الكشاف ده بالطرفين T1 و T3. T3 اللي هو واخد من L3، و T1 اللي هو واخد عند التشغيل، هيوصل مع L1، تمام. الموضوع سهل اهو وبسيط جدا. طيب خلي الموضوع يكون ببساطة علشان التوصيل يكون سهل ومفيش فيه اي صعوبة، زي ما هنشوف كده بالظبط، تمام. كده وضحت الرؤية. طيب كده معانا الخلية، لسه الخلية فيها 3 أطراف. طرف أسمر اللي هو المفروض المصدر الكهرباء المغذي للخلية، وعندي طرف أبيض اللي هو مصدر الأرضي المغذي للخلية، وعندي الطرف الأحمر الثالث اللي هو عند عمل الخلية بيديني كهرباء أول ما ضوء، أول ما الليل بيدخل على الخلية وينطفي ضوء النهار، بيبدأ الطرف الأحمر ده هياخد إشارة من الخلية ويبدأ يشغل اللمبة، ولكن المرة دي هو هيدي الإشارة للكونتاكتور. هنعرف إزاي؟ أول حاجة هنوصل طرفين المصدر الداخلين للخلية. الطرف الأسمر اللي هو بيكون كهرباء هيتاخد معايا على المفتاح الأوتوماتيك برضو في الطرف اللي خارج، والطرف الثاني اللي هو النيوترال هيطلع من الخلية هياخد برضو نيوترال من المفتاح الاوتوماتيك او من القاطع. هيتوصل مع الاسمر اللي هو نيوترال اللي مدي الكويل للكونتاكتور ومدي نقطة التلامس التانية بتاعت الكونتاكتور. كده هيكون معايا طرف واحد لسه متوصلش اللي هو الاحمر اللي طالع من الخلية، تمام. كده لسه معايا طرف واحد اللي هو الأحمر اللي خارج من الخلية. الأحمر ده بقى هياخد الطرف التاني من كويل الكونتاكتور A2 مثلا، اللي هو هيدي الإشارة للكونتاكتور عند التشغيل فيجذب
الكونتاكتور نقاط تلامسه. كده تقريبا الرسمة وضحت. عندي مصدر تيار 220 طالع من المفتاح الاوتوماتيك، واخد معايا طرف الاسمر بتاع الخلية واخده من المفتاح اللي هو الكهرباء بتاعت الخلية، واخد معايا نقطة من نقاط التلامس الرئيسية L3 مثلا، خارج عندي من المفتاح اللي هو الطرف البارد ده، داخل برضو على الابيض بتاع الخلية اللي هو النيوترال بتاع الخلية، وطالع معايا برضو على نقطة من نقاط التلامس الرئيسية L1، وواخد معايا كويل الكونتاكتور T1 مثلا. تمام. هنا الطرفين اللي هياخدوا من L1 و L3 اللي هما الكهرباء عند تشغيل الكونتاكتور لما يلقط، هيدي أطراف الكشاف أو لمبات الشوارع زي ما حضراتكم شايفين، يعني ده اللي طالع للمبات الشوارع. إذن الحمل هيكون على الكونتاكتور. طيب الكونتاكتور ده هيلقط ازاي؟ الطرف الثالث اللي هو الاحمر بتاع الخليه الضوئيه اللي هياخد اشاره من الخليه عند تشغيلها وعند دخول الليل عليها، هيدي معايا كويل الكونتاكتور اللي هو A2، فهيبدا يلقط الكونتاكتور، هيبدا الاحمال تكون على اطراف التلامس. تمام. والخليه ما هي الا هتدي الاشاره فقط للكونتاكتور. نبدا نجرب مع بعض. طبعا كده الخلية مش هتشتغل الا اذا دخل عليها الليل، وطبعا هنستخدم اكن الكيس ده، اكن الليل دخل. نبدأ نحط الكيس الاسمر على الخلية كده مثلا، مثال هتدي اشارة اوتوماتيك للكشاف اللي هو ده، وهي هتدي الاشارة لكويل الكونتاكتور حاليا هكذا. ادت الإشارة لكويل الكونتاكتور فنور الكشاف زي ما حضراتكم شايفين. أول ما اشيل الكيس ده هتبدأ الخلية تفصل وكأنه دخل عليها أو طلع عليها ضوء النهار. إن عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.